Alright, now we get into hemoflagellates. These are guys that are actually in the blood, and these are obligate parasites that live in the blood and tissue of a human host and cause life-threatening infection. It's spread in a specific tropical region by blood-sucking insects that serve as a vector and have a complicated life cycle and morphology. إذا هيموفلاجيلات موجودة بالهيم بالبلد وبالتالي هي بتعمل blood والblood بتبقى موجود بالblood and other tissue و life threatening وأيضا في عنا insects هي اللي بتعمل لها spread وبتعمل لنا herself as intermediate node and has a complicated life cycle and morphology. الهيموفلاجيلات of a human include اللي هي الترايبونوسوم اللي بتعمل لنا trypanosomiasis واللاشمانيا اللي بتعمل لنا leishmaniasis. هلا بالنسبة للهيومن trypanosomes the first one is going to be the one called African sleeping sickness. In this, it's spread by a tsetse fly. The second one is called Chagas disease, and you see this in Central South America. And this is spread by the wonderful thing called the kissing bug. تمام؟ راح نحكي عنهم بشكل تفصيلي. إذا اللي human trypanosomes المطلوبين منا هو الأفريكان والأمريكان. Africans اللي هو transmitted by a tsetse fly. هو two strain هي trypanosoma prusai rhodesinesi و jampinesi and the American اللي هو caused by trypanosoma cruzi وهو transmitted by بنسميها kissing bug واللي بتسمينا chagas disease. إذا هذول هما المطلوبين منا. راح نحكي أول واحد هو الأفريكان sleeping sickness caused by trypanosoma prusai اللي هو two strains بنسميها jampinesi هي the most common and cause chronic form of African sleeping sickness last years and this يعني التوزيع الجغرافي تاعه مختلف موجود بالسنترال اند ويست افريكا بينما الروديزينيزي موجود بالايسترن اند ساوثرن بارت اوف افريكا وهذا بيعمل لنا اكيوت انفكشن لكنه فيري سيفير اكيوت انفكشن فور فيو ويكس. اذا هذا هو الترايبونسوما بروساي بسبب لنا افريكان سليبنج سيكنس. الجامبينيزي هو الموست كومون وبعطينا كرونيك فورم ولكنه اسهل بينما الروديزينيزي هذا اللي هو الاكيوت سيفير فورم. الترانسميشن تاعته هو ترانسميتد باي تسي فلاي. This is the fly الميل والفيميل. This fly biting of the fly بتعمل انكيوليشن اوف اور سكين وذ ايش بنسميه الترايبوماستيجويس which multiply in the blood and damage the spleen with lymph node with brain. هلا راح نحكي عن اللايف سايكل تاعتها لكن بدنا نعرف عنها. بروساي two form jampinesi most common and chronic form rhodesinesi هو الاكيوت سيفير فورم بتسبب لنا افريكان سليبنج سيكنس. الترانسميشن تاعتها الميل والفيميل اوف تسيتسي فلاي واللي بتعمل لنا انكيوليشن للسكين وذ ترايبوماستيجويدز. إذا الأفريكان sleeping sickness بيصير في عنا في there is a two stage early stage and late stage. بالearly stage طبعا هذه الباراسايتس موجودة بالblood وموجودة بالlymphatic system وبعدين بتروح على الأذر organs. الأذر organ خاصة الليفر والسبلين. فهذه في حال المرحلة راح تعمل لنا fever موجودة بالblood. ففي عنا fevers في عنا joint pain في عنا muscle pain headache. الليمف نود راح يصير فيها انلارجمنت بالهارت مسل وبالليفر انلارجمنت. اذا هذه بالايرلي ستيج بيصير في عندنا فيفر بين جوينت بين هيديك موجوده بالليمف نود موجوده سوري موجوده بالهارت موجوده بالليفر. هلا بالليت ستيج لما توصل هذه الباراسايت انسايد السنترال نيرفس سيستم اند ذس ليد تو نيورولوجيكال كومبليكيشن اند اللي هو البيرسوناليتي تشينج وبصير في عندنا سايكوسيس
weakness و sleep disturbance، وبالتالي بيصير في عندنا sleeping during the day اللي هو اللي اجى sleeping sickness. يعني هذه هي عبارة عن complication related to neurological involvement of this type of infection في late stage. الترانسميشن زي ما حكينا المين روت اوف ترانسميشن هو بواسطة الفلايت سيتس فلاي. في عنا different type of this ما عنا فيها، بس نعرف انه the main one is tsetse fly. ايضا هي can be transmitted to the child in pregnant woman the blood transfusion and there is also a risk of of transmission by sexual contact. اذا this is the four main routes mainly tsetse fly. وبالتالي عملية البريفنشن ضرورية نفهم التransmission حتى نعمل البريفنشن. احسن البريفنشن هو عبارة عن controlling of this fly. اوكي خلينا نشوف اللايف سايكل تاعت this type of parasites الافريكان trypanosomiasis اللي هو trypanosoma prusai japanese and rhodesiense. It's very complicated life cycle. خلينا نبلش بالمرحلة الاولى لما تكون في عنا tsetse fly take blood meal and inject metacyclic trypomastigoids. اذا هذه اول مرحلة انه هو metacyclic trypomastigoids is considered the infective stage of this parasite. هلا دخلت على التشو تمام ترانسفير من السكين نتخيلها ترانسفير لوين للبلد ستريم. طبعا الميتاسايكليك ترايبوماستيجويد بصير اسمها ترايبوماستيجويد ترايبوماستيجويدز بالبلد تمام. هل هذه خلال عمر ترايموسوم which carry to the other sides the trypomastigoids multiply by binary fission in various blood fluid وبتتحول لايش لا circulating ب اللي هو بالبلد على شكل trypomastigoids بالبلد. اذا هذه هي الاشياء اللي اذا بتفوت metacyclic trypomastigoids بتتحول ل trypomastigoids بالبلد وبصير لها division وبتتكاثر وبتضل تلف بالبلد. فبتيجي بعدين تسيتسي فلاي ثاني تيك بلد ميل وبتاخذ معها هذه trypomastigoids من البلد. هلا البلد ستريم trypomastigoids اللي اخذتها transform into procyclic trypomastigoids تتحول لprocyclic trypomastigoids موجودة بالميد بلد بهذه التسيتسي فلاي تمام. وبتظل لها development تتحول بعدين procyclic trypomastigoids بتطلع من الميد leave the mid gut and transform into epimastigoids بالسليفري جلاند بالتسيتسي فلاي. وبالتالي بتروح وبتعمل لنا infection ب other uninfected individual. اذا هي صح انها very complicated يعني complicated لكن سهل ان نعرفها. اذا في عندنا شيء مسمى اسمه metacyclic trypomastigoids موجودة وين هذه metacyclic trypomastigoids موجودة بالسليفري جلاند اوف تسيتسي فلاي لما تعمل تيك بلاد ميل بتعمل انجكشن بالتشو بتروح هذه هي trypomastigoids على البلد وبصير لها division وبصير لها يعني binary fission وبتظل تلف بالبلد. طبعا تعمل لنا symptoms تعمل لنا complication لكن ايضا تيجي الترايبو تيجي التسيتسي فلاي مرة اخرى بتاخذ this metacyclic trypomastigoids وبتاخذها مع الميل مع البلد ميل. هلا موجودة بالميد gut of this fly بتتحول لايش اسمه procyclic trypomastigoids بتصير لها ايضا development وبتتحول لprocyclic trypomastigoids بتتحول بعدين ل اللي هو metacyclic trypomastigoids في salivary gland وبصير life cycle again. اوكي اذا tsetse fly trypanosome take blood meal الhuman stage شو حكينا بتكون في عنا اللي هو metacyclic trypomastigoids بتكون موجودة بالبلد ستريم نسميها metacyclic trypomastigoids موجودة بالبلد تتحول بعدين كمصير لها division وgrowth بتصير trypomastigoids والtrypomastigoids بتظل تلف بالبلد. يعني لما ناخذ بدنا نعمل diagnosis for this بناخذ blood sample. شو راح نشوف بالblood sample راح نشوف trypomastigoids in blood which is considered diagnostic phase.
تمام. هلا بتكون بالبلاد فور سيفيرال مانث تو ييرز، بيكون مايل سيمتومز. بتيجي تسيتي فلاي اخرى وبتاكل بلاد ميل وبتاخذ هذه الترايبوماستيكويدز الموجوده بالبلاد معها. شو بصير الديفلوبمنت انسايد ذا تسيتي فلاي؟ البلاد ترايبوماستيكويد بتتحول لبرو سايكليك ترايبوماستيكويدز بالميدجت اللي هو بالتسيتي فلاي، وبعدين ليف ذا ميدجت وبتروح على السليفري جلاند وبتتحول للإبيماستيكويدز بالسليفري جلاند اللي هي ايضا بتحولها لشيء اسمه ميتاسايكليك ترايبوماستيكويدز اللي هي الانفكتيف ستيج اوف ذيس باراسايت. اوكي، الان نحكي عن تشاغاز ديزيز او بنسميه اللي هو كوز باي ترايبونوسوما كروزاي اللي هو الامريكان ترايبونوسومياسيس اللي هو موجود بالسنترال اند ساوث بارت اوف امريكا. This is transmitted through feces of triatomania. انا ما بحبش هذا الاسم، I like to call it red bed bug او بسميها الكيسينج بج، لانه هذه الكيسينج بج موجوده، بتكون موجوده مثلا بالغابه وهو شخص نائم والسي او 2 اللي بيطلع فبيجذب السي او 2 اللي بيطلع منه بيجذب this type of bug بنسميها كيسينج بج، وبتروح بتعمل له bites people on the face at the night as they sleep، تمام، وبيسموها good night kiss. فهي بتعمل له kissing bites the people على الفيس، وفي the same time بتوضع الفيسز of this bug على الفيس، تمام. طبعا الاسم تاعه من كارلوس تشاغاز اللي هو اللي اكتشف هذا السندروم. هلا راح نحكي عنه بشكل تفصيلي. شو اللي بيصير عندنا في هذه المرحله؟ هذه هي الكيسينج bug ستيج. اولا هذه الكيسينج bug بيكون واحد sleeping، تمام، بتعمل له بايت، بتاخذ بلاد ميل، ما بيكون موجود هذه بالسليفري جلاند، تمام، بتكون اللي هو الميتاسايكليك ترايبوماستيكويدز موجوده بالفيسز. فهي بتاخذ بلاد ميل وخاصه بمنطقه الفيس وبتوضع الفيسز على الفيس جنب هذه البايت، تمام. هل هذه هي الميتاسايكليك ترايبوماستيكويدز، تمام، الميتاسايكليك ترايبوماستيكويدز اللي تكونسيدر انفكتيف ستيج، دخلت مع الفيزز موجودة على الفيس. هلا بصحى الشخص بصير في عنده اتشنج، بيعمل حكي مثلا لهذه المنطقة، فبيخلي هذه الميتاسايكليك ترايبوماستيكويدز تدخل على هذا الوند سايت او اللي هو البايت سايت تاعت هذه البج، تمام. هلا لما توصل للتيشو للسيلز بتتحول من ميتاسايكليك ترايبوماستيكويدز بتتحول لايش نسميها اماستيكويدز. الاماستيكويدز لأنها بتخسر التيل تاعها نسميها اماستيكويدز. هذه الاماستيكويدز موجودة بالتيشو، هلا بتصيرها ملتبلاي بالتيشو بتعمل لنا انفكشن بالتيشو. هلا ممكن هذه الضر موجودة بالتيشو ما يصير اشي، لكن ممكن ايضا كان انفكت اذر سيل اند ترانسفورم انتو انتراسيلولر اماستيكويدز، بتروح على مكان اخر على شكل اماستيكويدز ايضا، بصير فيها انتراسيلولر اماستيكويدز، يعني بتاخذها مثلا الماكروفيج او بتاخذها الماكروفيج وبتوديها على مكان اخر بنسميها انتراسيلولر اماستيكويدز. ترانسفورم هذه الاماستيكويدز بالبلد بتتحول من اماستيكويدز برجع لها الذيل او التيل تاعها وبصير اسمها ترايبوماستيكويدز، تمام، بتضل تلف بالبلد. هلا بتيجي هذه الكيسينج بوك مره اخرى بتاخذ هذه الترايبوماستيكويدز الموجوده بالبلد وبتكون موجوده في الجاسترو انتستاينال تراك او الميدجت الموجوده في هذه البق، بتتحول ل ايبي ماستيكويدز موجوده بالبق ميدجت، تمام. هلا ما بتطلع على السليفري جلاند، هي بصير لها ملتي بلاي، بصير لها ديفلوبمنت، بتتحول لميتا سايكليك ترايبوماستيكويدز بالهند جت، ما بتكون بالسليفري جلاند لانها لذلك بتطلع مع الفيسز في تو انفكت اذر وان، تمام. اذا في عندنا الميتا سايكليك ترايبوماستيكويدز بتتحول ل اماستيكويدز، بتخسر التيل وبصير اسمها اماستيكويدز، بتعمل لنا انفكشن بالتيشو هون، وممكن تروح على اماكن اخرى تعمل لنا انفكشن، ولما توصل للبلد بصير اسمها اللي هي ترايبوماستيكويدز. ترايبوماستيكويدز لما تاخذها الكيسينج بج مره اخرى بتتحول لترايبوماستيكويدز، بتتحول لايبيماستيكويدز بالميتجت، وبعدينك بتتحول لميتاسايكليك ترايبوماستيكويدز بالهندجت، وبتكون ريدي تو انفكت اذر انديفيدجوالز.
اوكي. اذا الميتاسايكليك ترايبوماستي جولدز انفكت الهيومن سكين سيل، فهي الانفكتيف ستيج، انفكت سكين الهيومن سكين ات بايت سايت اند ميوكوس ميمبرين بارتيكولي كونجكتيفال اوف ذا ايت. حكينا انه هذا بيجي الكيسنج بانك بتعمل بايتنج وبتعمل فيسز. هلا الستول او الفيسز لهذه البق بيصير الواحد يعمل اتشنج، وبالتالي يدخل هذه الترايبوماستي جولز على هذا على البايتنج سايت، او ممكن انه يوصلها للكونجكتيفا يعني يفرك يصيب عينه وبالتالي توصل للكونجكتيفا وتعمل لنا كونجكتيفال انفكشن. لما يصير لها داخل الهيومن سيل راح تستخسر التيل ويصير اسمها اماستي جولز ويصيرها مالتي بلاي باي باينري فيشن. لما توصل للبلد راح تتحول لترايبوماستي جولز يصير موف، بصير لها تيل وتصير موف وذ بلاد اند ليف وانفيد مور سيل. اجين هي موجوده طبعا، لما يصير لها انفيجن بالتشو اي تشو بتوصل له بتبطل انها موف، بتروح التيل بصير اسمها اماستيجويد، لكن بالبلاد بنسميها الترايبوماستيجويد. موجوده اذا الهيومن بايتنج باي نيو كيسنج باج بتاخذ اللي هي الدايجنوستيك ستيج او بتاخذ الترايبوماستيجويد الموجوده بالبلاد، تنتقل للميدجت بتتحول لإبيماستيجويدز بالميدجت، وبعدين الإبيماستيجويدز بصيرها ملتيبلاي باي باينري فيجن بالميدجت اوف كيسينج باج، وبتتحول اوفر تايم لميتاسايكليك ترايبوماستيجويدز اللي هي موجودة بالهند جت تاعت الكيسينج باج، وبتصير السايكل مرة اخرى. تمام، اذا هذه هي اللايف سايكل اوف ذيس باج. ايضا الترانسميشن كان اكر باي انفكتد اورجان اور اوف اند بلاد دونيشن، يعني اورجان ترانسبلانتيشن. اذا اخذنا مثلا بيشنت عنده ذيس تايب اوف انفكشن وعملنا كيدني ترانسبلانتيشن راح تنقل هذه الباراسايتس مع الكيدني ترانسبلانت، والبلاد ايضا بلاد ترانسفيوجن راح ينقل لنا هذه البلز، وايضا اللي هو ايضا ديورنج بريجننسي ممكن يوصل من المذر للتشايلد ديورنج. اوكي رح نحكي شوي عن الكلينيكال بيكتشر، كيف البيشنت بيجي وذ ذس تايب اوف انفكشن. انكيوبيشن بيريود 2 ويكس، ديورينج ذس 2 ويك ذير از ا ترايبوماستيجويدز انفيد اذر سيلز وبتحول لاماستيجويدز، وبصير في عندنا البلد ترايبوماستيجويدز انكريز الليفل انكريز. هلا في عندنا لوكال انفلاميشن اوف ذا اريا، ما حكينا كيسنج باج بتعمل لنا بايت بتعمل لنا ترايبوماستيجويدز، وبصير في عندنا ممكن يصير في عندنا ايش من الشقومه اللي هو ات بايت سايد، في عندنا انفلاميشن اوف ذا سكين لوكال انفلاميشن اوف ذا سكين ات ذا بايت سايد. وايضا زي ما حكينا ممكن الشخص لما يعمل تاتش ويوصلها للكونجكتيفا ويعمل لنا انفلاميشن اوف ذا كونجكتيفا يمكن يسوي لنا ايش بنسميه يونيلاترال بيلس بيري اوربيتال سويلنج اسوسييتد وذ ذس تايب اوف انفكشن بيسميه اللي هو رومانس ساين. هذه اذا هو اما شكوما او رومانس ساينز، وهذه بتكون ممكن انها تكون اكيوت فيز اوف ذس تايب اوف انفكشن، وممكن انه يعني يتوقف الانفكشن على هذا المستوى. لكن الخطوره انه يصير في عندنا كرونيك ستيج اوف ذس تايب اوف انفكشن اند ذس ويل ليد تو انفلاميشن اند انفكشن اوف اذر اورجان سيستم، ممكن توصل للبرين تعمل لنا مينينجو انسيفيلايتس، ممكن تعمل لنا هيباتو سبلينوميجالي يعني انفلاميشن اند انلارجمنت اوف ذا هيبات اوف ليفر اند سبلين، وايضا ممكن هذه الترايبوماستيجويدز انها تو جو تو ذا سموث مسل، وميلي انها تكون على الكارديك مسل اند سكيليتال مسل والنيورون، وتعمل لنا اللي هي بيريكارديال فيوجن من والهارت بلوك والفيفر والفتيكس. هذه كلياتها ريليتد تو ذا انفكشن اوف اذر سموث مسل، هي بتحب المسلز اكثر شيء. ذيس ترايبوماستيجويدز ان ذا سموث مسل او كارديك مسل او سكيليتال مسل وايضا بالنيورونز. تمام، اذا خلصنا الترايبونوسوميوسيس راح نحكي عن الليشمونيوسيس او الليشمانياسيس. الليشمانيا انفكشن اللي هي there are more than 20 species can infect human. دونوفاني، تروبيكا، مكسيكانا، برازيليانيسيس، كلياتها هذه الليشمانياسيس بتعمل لنا الليشمانياسيس، وتختلف باختلاف يعني الاماكن والسيمبتومز. ايضا الليشمانياسيس ترانسميتد باي فيميل فيليبوتومايد ساند فلاي، اذا هي عملية الترانسميشن تقوم بها الفلاي بنسميها ساند فلاي.
الساند فلاي هذه انجكت ذا انفكتيف ستيج اوف ذيس تايب اوف باراسايت بنسميها بروماستيجويدز. تمام، اذا خلال الديورنج البلد ميل هذه الساند فلاي بتدخل لنا البروماستيجويدز على الهيومن. البروماستيجويدز بمنطقه الوونز بتيجي بتاخذها الماكروفاج وبتعمل لها فاجوسايتوزيس، وبتتحول في هذه المرحلة شيء اسمه أماستيجويدز، بتروح لأماستيجويدز. الأماستيجويدز بيلها ملتيبلاي الانفكتد سيل اند افكت ديفرنت تيشو ديبندنج اون ذا بارت اوف ليشمانيا سبيسيس. تمام، اذا شو اللي بيصير؟ انه بيصير في عندنا الساند فلاي بلاد ميل بتدخل البروماستيجويدز، الماكروفاج ما موجودة وبتاخذ هذه البروماستيجويدز بواسطة الفاجوسايتوسيس، لكن هذه الباراسايتس بتظل موجودة انسايد الماكروفاج وبتتحول للأماستيجويدز. هلا الساند فلاي بيكم انفكتد ديورينج بلاد ميل اون ذا انفكتد هوست وين ذي انجست الماكروفاج انفكتد وذ أماستيجويدز. اذا في عندنا هلا الماكروفاج موجود فيها الأماستيجويدز وبتلف بالبلد، فبتيجي الساند فلاي بتاخذ هذا البلد اللي بيحتوي على ماكروفاج واللي موجود انسايد الماكروفاج الأماستيجويدز. اذا ان ذا ساند فلاي ميت جت هذه الباراسايت ديفرنشيت انتو برو ماستيجويدز ويتش ملتيبلاي اند ميجريت تو ذا اذر تو انفكتد اذر انديفيدجوال. اذا في عندنا البرو ماستيجويدز موجوده بالساند فلاي تدخل على البلد بتتحول لأماستيجويدز، الماستيجويدز هذه بتتحول انسايد الماكروفاج لما تحدث لها عمليه الفاجوسايتوسيس وبتظل موجوده بالبلد حتى تيجي اذر ساند فلاي وبتاخذ هذه الماكروفاج انفكتد وذ اماستيجويدز وبالميدجت بتتحول للبروماستيجويدز اجين وتعيد اللايف سايكل. هذه اللايف سايكل. اذا في عندنا البروماستيجويدز تدخل بروماستيجويدز، البروماستيجويدز هذه بصير لها فاجوسايتوسيس بالماكروفاج وبتتحول لهذه تتحول لأماستيجويدز، يعني بتروح التيل تاعتها تحول لأماستيجويدز بالانسايد الماكروفاج وبتظل تلف في البلد، بتاخذ الماكروفاج الموجوده انسايد الموجوده بداخلها الأماستيجويدز وبتتحول لبروماستيجويدز في الساند فلاي ميدجت وبتصير ريدي تو انفكت اذر انديفيدجوال. اذا في عندنا الاماستيجويد زي ما انتم شايفين هذه الماكروفاج، شوفوا الاماستيجويد انسايد الماكروفاج، البروماستيجويد اللي هي موفد واللي لها تيل في لها فلاجيلم. تمام، هذا الفلاجيلم وايضا they are infective stage of a human. اذا هذه الانفكتيف ستيج، هذه الدايجنوستيك ستيج. البروماستيجويدز هون ايضا ملتيبليكيشن، كيف بصير في عندنا ملتيبليكيشن بالبروماستيجويد باي باينري فيجن بالساند فلاي. الليشمانيا اذا هي الفيميل ساند فلاي اكثر من 90 سبيسيز، وايضا اذا المين روت اوف ترانسميشن اذا الساند فلاي ممكن بلاد ترانسفيوجن وايضا نيدل ستيك انجري ممكن اذا اخذها او اولسو وي كان ترانسميتد مادر تو ذا بيبي. هذه الساند فلاي كيف شكلها. البرزنتيشن ممكن انها تكون اسيمتوماتيك، يعني ممكن انه يصاب هذا الانسان يصير بايت ويصير هذا وما يصير في عندنا انفكشن او انفلاميشن وبالتالي يكون اسيمتوماتيك، لكن ذير ار مينلي 3 مين تايب اوف ذيس اوف كلينيكال برزنتيشن. ممكن يكون في عندنا كيوتينوس which is the most common clinical presentation of this type of infection، واللي بيكون في عندنا skin infection و localized inflammation and ulcerative lesion و scarring بالسكن إضافة إلى الليمف نود، يعني فقط السكن نسميه كوتينوس السكن والليمف نود. هلا الفيزيرال which is the more severe one نسميه كالا أزار، هذا من 10 days to years بصير في عنا liver spleen bone marrow infection، وممكن يصير في عنا liver enlargement spleen enlargement ممكن يصير عنا bone marrow involvement، يصير في عنا anemia و weight loss. تمام، الميوكوزال هي less common بصير في عنا destruction of mucous membrane with nose with mouth with throat، هذه بيكون بالميوكوزا الموجودة في الميوكوس ممبرين. إذا في عندنا الكوتينوس بالسكن and lymph node
الميوكوزا الموجودة بالميوكوس ممبرين بالنوز والماث والثروت وهي less common. The very severe one was caused visceral calazar which is the most severe form of this type of infection which involves liver spleen and bone marrow and this will lead to the anemia enlargement of spleen and liver. إذن الفيزيرال most commonly most severe one most commonly caused by leishmania duodenale بصير في عنده low grade fever بسموه and هذا اسمه بسموه كالا أزار هذا من التسمية low grade fever وال weight loss وال dark pigmentation of skin هذا بسموه هو الكالا أزار وأيضا بيكون في عنده هباتو سبلينوميجال شوفوا هذا كيف عنده هذا البوي عنده هباتو سبلينوميجالي enlargement of the liver and spleen بصير في عنده bone marrow involvement بصير عنده pancytopenia with anemia يعني هذا هو الموت سيفير وان اللي هو انفولف ليفر سبلين فان مرو بسميه كالا ازهر الكيوتين واس موست كومون اللي هو الموست كومون اللي كوز باي لاشمانيا تروبيكا هذا هو بيكون فينا السريتيف ليجن بالسكين وايضا بانلارجمنت اوف ذا ليمف نود الميوكوس ممبرين انفولفمنت ممكن غالبا موست كومون اللي كوز باي لاشمانيا تروبيكا اوكي هلا رح نحكي عن النوع الاخير which is called sporozoa لانه الموفمنت تاعته مش بالفلاجيلا ولا بالسيليا ولا بالسودوبود هو موف باي سبورز بسموه ابيكومبلكسر because have a complex life cycle and life stage ما في locomotor organs يعني ما في سله ما في فلاجيلا most common one is plasmodium infection which is cause malaria toxoplasma حكينا اللي هي هذا بتيجي من الكات موجوده inside the intestine of the cat وافكت ال pregnant بتاثر على الفيتس وشوي هذا الكريبتوسبورتيوم ما راح نحكي عنها راح نحكي فقط مين على البلازموديوم توكسوبلازما توكسوبلازموسس فقط اعرفوا انها هذه انفولف من الكات يعني اللي بيتعاملوا مع الكات ممكن انهم يتاثروا بالذيس تايب اوف انفكشن especially بالبريجننت الكومبليكيشن بتكون بالبريجننت كثير بيكون افكت الفيتس ممكن يصير عنده ابورشن اند ديفلوبمنتال ابنورماليتي البلازموديوم اوكي شو بدنا نحكي عنه كمان it is a dominant protozoal disease many people die of this parasite than any other parasites in the world blood the main route of transmission is female anopheles mosquito ايضا blood transfusion and mother to the fetus can transmit this type of parasites كمان بدنا نحكي انه there are about 300 to 500 million new cases every year and there's about 2 to 3 million deaths every year from this type of disease so far the most killing most infective parasite is malaria تمام اوكي شو اللي بصير عندنا هون it is a very complicated life cycle ما راح نحكي عنها مش مطلوبه منكم الان راح تاخذوها بالهيماتوبايوتيك سيستم فقط نعرف احنا عن الترانسميشن اللي هي الفيميل انافلوس موسكيتو والبلازموديوم وفقط هذا اللي بدنا نعرفه عن this type of infection ما راح ندخل باللايف سايكل تاعت هذه البارازايتس